بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من السلسلة التي عنونتها بالحملة الفرنسية على الجزائر. وقد كنت ذكرت في الحلقة الخامسة الماضية، ذكرت أسبابا للحملة، منها السبب السياسي ومنها السبب الاقتصادي، وابتدأت في ذكر العامل الديني أو السبب الديني، لكن وقت ما سمح. وفي هذه الحلقة سأذكر العامل الديني لأهميته، وأريد أن أقول أنني بذكر العامل الديني لا أريد إثارة الأحقاد ولا تأجيج العداوة بين المسلمين والنصارى، ولا أريد مثل هذه القضايا إطلاقا، إنما أريد ذكر شيء مهم، وهو التناقض الشديد بين المبادئ المرفوعة أو الشعارات المرفوعة وبين الواقع المعاش وبين التطبيقات التي جرت على أرض الجزائر. وسأذكر هذا إن شاء الله أيضا في حلقات قادمة في التنصير وغيره. وأريد أيضا نبين حقائق للأجيال، لأن من مهمة التاريخ أن يعرض بدون رتوش كما يقال، أن يعرض بدون تقديم ولا تأخير ولا تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، أن يعرض التاريخ كما هو للأجيال، لأنه في الحقيقة ملك للأجيال، ليس ملكا لأحد التاريخ بالمناسبة. وإن لم يذكر المؤرخ التاريخ على وجه الحقيقة، ستلعنه الأجيال القادمة وستتهمه بالخيانة وستتهمه بالتحريف والتزويد والإنقاص والزيادة والنقصان والتبديل والتغيير. والمؤرخ من أعظم مهماته أن يسرد الحقيقة كما هي، لا بأس بإضافة العبر والعظات واستنباطها من سرد الأحداث، لا بأس من التحليل لهذه الأحداث، كل هذا لا بأس به، لكن من أعظم مهمات المؤرخ على الإطلاق أن يذكر الحقائق كما هي، أن يضع نصب الأعين حتى تستفيد الأجيال. لأن من أهم الأسباب التي أدت بي إلى ذكر سرد هذه الأحداث التاريخية، لا من أجل القص ولا من أجل ملء الفراغ والأوقات أبدا، معاذ الله، أريد شيئا أسمى من هذا، أريد أن تتعظ الأجيال الحاضرة، أن تنظر إلى عمل آبائها وأجدادها، أن تنظر إلى عمل أسلافها القدامى فتتعظ مما جرى، وتنظر إلى عمل أسلاف هؤلاء الفرنسيين وإلى عمل أخلافهم وأيضا تتعظ مما جرى، فلا تعود تقع في الخطأ نفسه. هناك جملة أخطاء نحن وقعنا فيها، لا شك في هذا ولا ريب، ما عندي ريب في هذا، وسأذكر جملة منها. ومن المهم جدا لنا جميعا أن تذكر أخطاؤنا وأن تبين أخطاؤنا، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، لا بأس أن تذكر بعض الأخطاء وينص عليها وتبرز وتوضح وتحشد في الأذهان، هذا أمر مهم جدا ولا بأس به، لكن الخطأ كل الخطأ أن يعمد إلى التغطية وأن يعمد إلى ألا تذكر الحقائق على وجه مرض. فأرجو أن يفهم هذا عندما أذكر بعض الحقائق عما جرى وبعض الأسباب التي أدت بالفرنسيين احتلال الجزائر. اسمعوا، يقول الأستاذ الكبير البشير الإبراهيمي العضد الأيمن للإمام عبد الحميد ابن باديس رحمة الله تعالى عليهما، وهما اللذان أسسا جمعية العلماء المسلمين في الجزائر التي كان أكبر الفضل في تنوير الشعب الجزائري وفي إيقاظه من غفلته وفي تحريكه بعد ذلك للثورة، كما سأبين ذلك إن شاء الله تعالى. يقول بشير الإبراهيمي، وهو بليغ كما هو معلوم، بليغ كاتب بليغ وحسن الحديث وحسن الكتابة، يقول إن احتلال الجزائر هو قرن من الصليبية نجم، أي ظهر وبرز، لا جيش من الاحتلال هجم. سمعتم المقالة الرائعة، إن احتلال الجزائر إنما هو قرن من الصليبية نجم، أي ظهر وبرز، إنما هو قرن من الصليبية نجم، لا جيش من الاحتلال هجم. وهو بهذا يلخص سنوات طويلة جدا في الحقيقة، ويلخص أسبابا كثيرة جدا ويجزها إيجازا رائعا بهذه الكليمات البليغة، بل بليغة جدا. طبعا يقول
جورج بيدو رئيس الحكومة الجزائرية في طبعا الفرنسية في الجزائر يقول عن الجزائر، وكان أيضا وزير خارجية الحكومة الفرنسية، يقول سيحطم الصليب الهلال. هذا متى؟ هذا كلام بعد أكثر من 100 سنة من غزو فرنسا للجزائر. فإذا كانت بعد 100 سنة من غزو فرنسا للجزائر يقول وزير خارجيته يقول هذا، ويقول أيضا هو رئيس حكومته فيما بعد يقول هذا، فلكم أن تعلموا إذن كيف هذه المشاعر كانت مفضوحة بعد 100 سنة من الاحتلال، فكيف كانت أيام الاحتلال وكيف كانت قبل الاحتلال. أما قبل الاحتلال فاسمعوا العجب هنا. يقول طبعا الغربيون يقولون أننا متعصبون ومسلمون متعصبون ومسلمون متطرفون ونحن ويصدق فيهم المثل العربي رمتني بدائها وانسلت. فهذا داؤهم، العصبية المفرطة وتطرف المفرط هذا داؤهم، وإن غلفوه اليوم يعني بالعلمانية وبتلطف وبالبعد عن التطرف، وهذا الكلام الذي لا قيمة له عند التطبيق كما نعلم. هم يعني ما زالوا على عصبيتهم، ما زالوا على تطرفهم إلى يوم الناس هذا. وجاك سوستيل كان حاكما للجزائر يقول، أصدر كتابا بعد خروجه من الجزائر يقول الصفحة لم تطوى بعد، الصفحة لم تطوى بعد. فهم يعني ما نسوا الجزائر إطلاقا بالمناسبة، ما نسوا كما لم تنسى بريطانيا جوهرة تاجها وهي الهند. يقول الشارل العاشر وهو الذي أمر بالحملة، يقول قبل 4 أشهر من الاحتلال بوضوح شديد إن العمل الذي سأقوم به هو ترضية للشرف الفرنسي، سيكون بعون العلي القدير لفائدة المسيحية كلها. إذن القضية قضية دينية في حس الساسة الفرنسيين، وأوضحوها وأظهروها بشكل لا يقبل النقاش ولا يحتاج إلى برهان. بعد ذلك قال بولينياك، وبولينياك رئيس وزراء فرنسا الذي جرت الحملة في أيامه وبإذنه بعد إذن شارل العاشر، قال إن الحملة دفاع عن شرف فرنسا والدين المسيحي. يقصدون بشرف فرنسا هو وشارل العاشر ما سأذكره إن شاء الله تعالى بعد ذلك من قضية المروحة، والتي ضرب بها الداي حسين الحاكم في الجزائر، ضرب بها القنصل الفرنسي دوفال، وقصة ستأتي إن شاء الله تعالى. فإذا يقول هي الحملة دفاع عن الدين المسيحي بكل وضوح. الجنرال دي بورمون قائد الحملة اصطحب معه 16 قسيسا كما فعلنا باليوم بالضبط. يعني أخوة وأخوات، التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، التاريخ يعيد نفسه كما فعل نابليون، اصطحب مع القساوسة والعلماء الطبيعيين واصطحب وهكذا. هذا دي بورمون اصطحب معه 16 قسيسا خاطبهم عندما سقطت بيده الجزائر، خاطبهم قائلا إنكم أعدتم معنا فتح الباب للمسيحية في إفريقيا، ونأمل أن تينع قريبا، تينع يعني تعود وتظهر وتبرز وتثمر، أن تينع قريبا الحضارة التي انطفأت في هذه الربوع. ولا أدري والله عن أي حضارة يتحدث ولا عن أي حضارة يتكلم، فإن الجزائريين قبل دخول الفرنسيين إليهم كانوا أعظم حضارة بكثير من بعد دخول الفرنسيين بحوالي 100 سنة. يعني الفرنسيون ساهموا طويلا وكثيرا في إطفاء الحضارة الإسلامية في الجزائر حقا، لكن هذا الذي حدث. إذن يقول إنكم عدتم معنا فتح الباب للمسيحية في إفريقيا، هذا بوضوح شديد. يقول أيضا جان بوجولا وهو أحد الرحالة الفرنسيين، يقول أيضا بوضوح إن حربنا الإفريقية، أي جزائرية، كانوا يرمزون إلى جزائر بإفريقيا، يقول إن حربنا الإفريقية ما هي إلا استمرار للحروب الصليبية. هل سمعتم بوضوح أكثر من هذا الوضوح؟ ما يمكن. قال وقد زرعنا في قلب هذا البلد أي الجزائر الفكرة الفرنسية، ولقد وضعنا أنفسنا كورثة للرومان، وضعنا أنفسنا كورثة للرومان، ولقد أصبحت الجزائر أسقفية كاثوليكية. طبعا لماذا يقول هذا؟ لأن فرنسا هي حامية حمى الكاثوليكية على مدار تاريخها، وعندما يقول لقد أصبحت الجزائر أسقفية كاثوليكية يقول هذا بوضوح شديد، لا حاجة لتفسير ولا لدليل، بل يعني أمر واضح جدا في الحقيقة. هنا يقول في ميناء عنابة
ميناء عنابة يسمونه هيبون. هيبون هذه تسمية قديمة جدا في لهذا الميناء الجزائري المشهور، تسمية قديمة جدا قبل الإسلام. قال قاموا في ميناء عنابة الفرنسيون هؤلاء، أقاموا قوس نصر، قوس نصر يمر منه فرنسيون قادمون من فرنسا، كتب فوقه لقد رجعت هيبون عنابة، لقد رجعت هيبون يا أغسطين، يا أوغستين أو أوغستين. أوغستين أو أوغستين هو طبعا راهب مشهور جدا، قديس كما يقولون، مشهور جدا، كان في الجزائر في القرن الثالث أو الرابع قبل بعد الميلاد، الثالث أو الرابع بعد الميلاد، وكان ساهم مساهمة كبيرة في تسليم الجزائر لروما، وقصته طويلة ومعلومة. لكن المعنى، المعنى لقد رجعت هيبون يا أوغستين، يعني رجعت إيش؟ رجعت إلى النصرانية من جديد، رجعت إلى الكاثوليكية من جديد، هذا يريدونه. ووضحوا عنه بعبارة واضحة جدا كما سمعتم، يعني قضية فرنسا أصدرت قانون اللائكية المشهور سنة 1905، هذا القانون تعاملت به مع مواطنيها سواء كان في فرنسا أو خارج فرنسا، وتعامل به مع اليهود في فرنسا وخارج فرنسا، لكن المسلمين لم يندرجوا تحت هذا القانون، قانون اللائكية، إنما عوملوا معاملة نصرانية متعصبة جدا، كما سنعلم إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن قضايا التنصير بالتفصيل في حلقة تامة إن شاء الله تعالى. إذن هذا الذي لم يطبق على المسلمين وبقيت شؤون الدين بيد الحاكم الفرنسي، هذا الأمر لابد أن يفهم، شؤون الدين الإسلامي بقيت بيد الحاكم الفرنسي منذ أن وطئت أقدامهم الجزائر إلى أن خرجوا منها، وشؤون الدين بيد الحاكم الفرنسي، المساجد، الأئمة، المؤذنون، الأوقاف، كل ما سأذكره بالتفصيل إن شاء الله تعالى بقي بحوزة الحاكم الفرنسي، يتصرف فيه كيف ما شاء بدون رجوع لقانون فرنسي أو غير فرنسي، وبدون استصحاب في ذهن يعني قانون اللائكية الفرنسي سنة 1905 أي العلمانية أبدا إطلاقا. وعملت الجزائر معاملة خاصة مستثناة، على ما يدل هذا؟ يدل على عصبية مفرطة نصرانية للأسف الشديد عومل بها أهل الجزائر بدون شك، بدون شك. الاستيلاء على المساجد بعد التعهد بعدم مسها، هذا حدث أيضا، تعهد قائد الحملة بعدم مس المساجد، وبمنشور محفوظ إلى يوم الناس، هذا تعهد فيه تعهدا كبيرا بشرف فرنسا كما قال، وللأسف الشديد خالفوا هذا منذ أن وطئت أقدامهم أرض الجزائر، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فهذا كله أيضا يدلنا على ما جرى ويجري. أحد المستشرقين الفرنسيين ألقى محاضرة في مدريد بعد استقلال الجزائر، وهذه المحاضرة خطيرة ومهمة جدا. لماذا؟ نذكر فيها السبب الديني الواضح لغزو الجزائر. ماذا قال؟ اسمعوا، قال تحت عنوان محاضرة لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر، قال إننا لم نكن نسخر نصف المليون جندي من أجل نبيذ الجزائر، من أجل نبيذ الجزائر وصحرائها وزيتونها، إننا كنا نعتبر أنفسنا سور أوروبا الذي يقف في وجه الزحف الإسلامي المحتمل أن يقوم به المسلمون عبر المتوسط ليستعيدوا الأندلس التي فقدوها، وليدخلوا معنا في قلب فرنسا بمعركة جديدة وينتصرون فيها ويكتسحون أوروبا الواهنة، هل سمعتم؟ ويكتسحون أوروبا الواهنة ويكملون ما كانوا قد عزموا عليه أثناء حلم الأمويين بتحويل المتوسط إلى بحيرة إسلامية خالصة. من أجل ذلك كنا نحارب في الجزائر. هل تريدون وضوحا أكثر من هذا؟ وضوح ليس بعده وضوح، ما أظن بعد هذا وضوحا. قال القائد كليرمون دي تونير عندما فرض حصار على السواحل الجزائرية، فرض الحصار على السواحل الجزائرية قبل الدخول إلى الجزائر، قال ما يلي: لقد أرادت العناية الإلهية أن تثأر حمية جلالتكم، أي جلالة الملك، بشدة في شخص قنصلكم على يد ألد أعداء المسيحية. اسمعوا كيف كانت الجزائر تمثل لهم
ألد أعداء المسيحية. وذكرتكم الحلقة الماضية كيف كانت الحلقات الماضية كيف كانت الجزائريون في البحر، كانوا أسودا أشاوس وأبطالا عظماء، وعلى رأسهم خير الدين بربروسا وعروج بربروسا، أبطال أبطال كبار عظماء كانوا في الحقيقة، ورفعوا رأس المسلمين عاليا قرونا. هؤلاء الجزائريون رفعوا رأس المسلمين عاليا قرونا في البحر الأبيض المتوسط، وذكرت لكم تفصيل ذلك في الحلقات الماضية. لذلك هو يقول هم على يد ألد أعداء المسيحية. وربما يساعدنا الحظ بهذه المناسبة لننشر المدنية بين السكان الأصليين وندخلهم في النصرانية، ننشر المدنية. إذن هم يقرنون بتعمد وبسوء نية بين المدنية والنصرانية، وهذا طبعا لا يلزم، هذا لا يلزم أبدا اجتماع المدنية والنصرانية. بالعكس رأينا اجتماع النصرانية مع التوحش والهمجية في الحروب الصليبية. الحروب الصليبية أقصى درجات الوحشية والهمجية، وكنا نحن في أعلى درجات المدنية. فما يلزم هذا، هذا كلام فارغ غير مقبول، وهذا أمر معلوم، لأن كانوا يصيمون الجزائريين دوما بأنهم برابرة وأنهم وحشيون وأنهم همجيون وأنهم طبعا، وما كان الجزائريون كذلك. وسأذكر هذا بالتفصيل وأبين وأبرهن على هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. إذن أيضا وندخلهم في النصرانية، كان النصرانية شرف يعني سيحوز سكان الجزائر، وإذا دخل في النصرانية يعني أنهم تقدموا في سلم المدنية، يعني مغالطات شديدة. أيضا القائد دبرومون في احتفال قاموا به في فناء القصبة بمناسبة الانتصار، بعد أن دخلوا الجزائر وانتصروا أقاموا حفلا في القصبة، والقصبة هي قلب المدينة القديمة في الجزائر وموجودة إلى اليوم. قال فيه مولاي الملك يعني: لقد فتحت بهذا العمل أي الغزو بابا للمسيحية على شاطئ إفريقيا، ورجاؤنا أن يكون هذا العمل بداية لازدهار الحضارة التي اندثرت في تلك البلاد. سمعتم كيف الربط المتعمد سيء النية بين الحضارة وبين النصرانية؟ هذا هكذا طبعا. وعلى هذا الأساس اتفق المؤرخون على أن فرنسا قد بيدت العزم لاحتلال الجزائر، ورسمت الخطط، دبرت المؤامرات، واتخذت العدة، ثم تصيدت الذرائع الواهية. كل هذه الأسباب سياسية ذكرتها واقتصادية ودينية، كل هذه أسباب اجتمعت للغزو الفرنسي للجزائر. ونحن نعلم أن الجزائر إلى سنة 1830 كانت يعني قوة معتبرة لا بأس بها، إلى سنة 1827 دعني أقول. السبب المهم الذي أدام أيضا للغزو أن الأسطول الجزائري تحطم في معركة نافارين في اليونان. هذه معركة مؤسفة ومؤلمة، ذلك أن الدولة العثمانية استصرخت الجزائر، وطبعا قلت لكم مرارا أن الجزائر كانت العضد الأيمن للدولة العثمانية في البحر، بل كانت هي العمود الفقري للبحرية العثمانية في الحقيقة. صارت معركة نافارين، الأسطول الإنجليزي الذي كان آنذاك في قوة كبيرة جدا، بل في أوج درجات قوته في العالم كله، كان الأسطول الأول في العالم، مع الأسطول الفرنسي حطما تماما الأسطول الجزائري في معركة نافارين. 40 سفينة جزائرية ضخمة حطمت في معركة نافارين سنة 1827، وهذا أيضا من الأسباب التي دعت فرنسا أن تهتبل هذه الفرصة وأن تسارع لفرض حصار بحري على شواطئ الجزائر كما هو معلوم، واستغلت فرصة حادثة المروحة. ما هي حادثة هذه المروحة؟ حادثة المروحة باختصار شديد لأن أيضا يطول ذكرها، كان هنالك يهوديان تاجران في الجزائر، بكري وبشناق. هذان اليهوديان كان يتوليان العلاقة التجارية بين فرنسا والجزائر، وقلت لكم إن الجزائر كانت تعطي لفرنسا الحبوب القمح بكميات كبيرة ضخمة، وديون كانت في أوقات فرنسا كانت محتاجة للقمح ما عندها أموال، فتراكمت على فرنسا أموال هائلة لصالح الجزائريين. فكان اليهوديان يطلبان من حاكم الجزائر أن يطلب من فرنسا أن تسدد الدين، لأنهما قام بشراء القمح من الجزائر ومن مزارعين وإعطاه لفرنسا. فرنسا ما طلت طويلا، سنوات طويلة تماطل وتماطل وتماطل. هنا الداي حسين وحاكم الجزائر
وسيأتي ترجمته إن شاء الله في الحلقة القادمة، وما عمل وما أحدث في الجزائر. الداي حسين يعني الحاكم العام للجزائر معنا الداي، والباي هو حاكم المقاطعات. الداي اجتمعوا في يوم عيد في قصر الداي حسين، وطلب الداي حسين أن استفسارا من دوفال قنصل فرنسا في الجزائر، طلب منه مستفسرا لماذا لا ترد فرنسا على رسائلي. قال أنا أرسلت ثلاثة رسائل إلى فرنسا ما ردت ولا على رسالة واحدة، فلماذا هذا الإهمال؟ وطلب منه أن يسارع، وطلب ملحا مرات عديدة وفي هذه المرة أيضا أكد أن تسارع فرنسا تسديد ديونها للجزائر. دوفال كان شخصا متكبرا، فيه عنجهية وفيه كبر، فقال إن فرنسا ملكا وشعبا لا يردان على رسائلك أبدا، ولا يمكن أن يرد على رسائلك. هنا طبعا هذا الاحتقار الواضح، ما استطاع الداي حسين يملك نفسه، قام من مكانه مغضبا وكان مع مروحة في يده، فقيل انه لوح بها في وجه السفير الفرنسي، وقيل انه ضربه بها بالمروحة هذه مرتين او ثلاثا، لانه اهانه بحضور القناصل والسفراء الاوروبيين والمسلمين في يوم عيد المسلمين، واهانه فلم يحتمل الاهانة، فقام وضربه على وجهه بما سمي بعد ذلك بحادثة المروحة، حادثة المروحة. هذه الحادثة اتخذتها فرنسا سببا كبيرا للغزو، وادعت أن شرفها قد أهين في الجزائر، وأن لابد أن تقتص من إهانة سفيرها في الجزائر، وأنها وضربت حصارا بحريا على الجزائر في سنة 1827 لمدة قرابة ثلاث سنوات. استغلت بذلك أن الأسطول الجزائري محطم تماما، وأنه لم تبقى للجزائر قوة بحرية تستطيع أن تنقذها من الأساطيل الفرنسية القوية التي قدمت من ميناء طولون العسكري الفرنسي تباعا منذ سنة 1827 إلى سنة 1830. إذن هذه الحادثة كانت هي السبب المباشر لما جرى. أيضا مما شجع الفرنسيين على احتلال الجزائر وهي حادث إغراق السفينة لابروفانس. هذه سفينة كانت ضمن السفن الكبيرة الموجودة، وكانت منذ سنة 1827 منذ الحصار يعني تدور في مياه الجزائر. بعض البحارة الجزائريين تحمس وضرب هذه السفينة بالمدفعية، السفينة هذه حطمت وغرقت. طبعا هنا فرنسا جن جنونها، واتخذت من هذه الحادثة أيضا ذريعة أخرى لاحتلال الجزائر. إذا المروحة حادثتها وحادثة ذي قنصل الفرنسي والسفينة لابروفانس اجتمعا ليتخذ الملك شارل العاشر قرارا بالحملة الفرنسية على الجزائر قرارا نهائيا. سنة 1830 بحضور بولينياك رئيس وزراء فرنسا في المجلس الوزراء الفرنسي اتفقوا تماما على تسيير الحملة. قلت لكم هناك حصار بحري ضرب منذ 1827، لكن السفن الكبيرة التي جاءت وتسيير الحملة وإرادة الغزو، لأن في الحصار صار هناك مفاوضات، وطلب من الداي حسين أن يعتذر، وطلب منهم بشروط مجحفة وبإهانة كبيرة جدا، ما وافق الداي حسين ولا وافق الدولة العثمانية، لذلك اتخذوا قرارا بالاحتلال الفعلي سنة 1830، وتوجهت الأساطيل لغزو الجزائر. وتفصيل ذلك إن شاء الله تعالى وما جرى سأذكره في حلقة القادمة، لأن المخرج أشار بانتهاء الوقت. فإلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.